ثلاث جلسات ضمها الملتقى الحكومي ليكون في أولها المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، ليتم الإفصاح عن عدة مشاريع في إطار رؤية البحرين 2030 التي تتلخص في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنافسية وزيادة الانتاجية، فضلا عن الاستدامة والانتقال بالاقتصاد الوطني نحو الديناميكية. خلق الإنجاز وتطويع التحديات إشارة إلى جملة من المزايا التي تقف مساندة لركب العديد من المجالات الاقتصادية. الملتقى الحكومي يأتي كأحد تلك النقاط البارزة ليكون ماثلاً أمام طموحات البحرين في التطور والنماء من باب حجم التسهيلات المالية والموازنة بين الإيرادات وحجم المصروفات في جلسة نقاشية تناولت المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية. تكلمنا عن الخمس قطاعات كلها مهمة بالنسبة لنا. القطاع المالي مهم، القطاع الصناعي واللوجستيك، فاحنا عندنا تركيز على القطاعات هذه لان نشوف ان البحرين لها قدره تنافسيه قويه. بالنسبه حق خطتنا حق كل قطاع، يمكن الشيء المشارك من كل القطاعات ان نشوف القطاع المعرفي بيكون له تاثير على عده قطاعات. فاحنا تركيزنا على شلون نهيئ البحرين ان هي تكون منافسه لما العالم يبتدي يتجه الى الاقتصاد المعرفي في كل القطاعات، يعني بيأثر على القطاع المالي، بيأثر على قطاع الصناعة. فمنشوف تغييرات تحصل في أمريكا وأوروبا، لازم إحنا نكون مهيئين ونكون أيضاً معاهم وما ننتظر إن إحنا نكون لاحقين. إذا قارنا على سبيل المثال عدد المشاريع الاستثمارية التي من عام 2015 إلى 2016، نجد أن الإحصائيات تبين أن في 2015 كان هناك 560 رخصة استثمارية، زادت في 2017 إلى 627 رخصة استثمارية. مساحة البناء في هذه الرخص زادت من 1,100,000 متر مربع إلى 4,900,000 متر مربع. جلسة اقتصادية مستفيضة عرضت من خلالها مشاريع نفذت والأخرى قد ترى النور قريبا، لتفصح عن مشاريع نفطية بما فيها تطوير مصافي البترول إلى جانب التوسعة الجديدة لمطار البحرين الدولي وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والبنى التحتية. المشاريع كانت جاهزة في الوقت المناسب في وجه الصدفة. كثير من المقاولين الدوليين اليوم أسعارها تنافسية، يعني تنزل الأسعار بمستوى 20% أحياناً، وجدنا ذلك في تنفيذ المشاريع. أما المشاريع تحت التنفيذ فهي أولاً مرفأ الغاز المسال، خط الأنابيب مع المملكة العربية السعودية، مشروع بنغاز وهو أكثر من 60%، وكما ذكر صاحب السمو مشروع بابكو على وشك التوقيع مع المقاول، والأسعار تنافسية والتمويل كذلك موجود إن شاء الله، وكلها تصب في زيادة الإيرادات لصالح الحكومة وتنمية الإيرادات النفطية. احنا نقوم بتنفيذها، منها مشروع تطوير مبنى مسافرين جديد في مطار البحرين الدولي اللي راح يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر بتكلفة تقريبا 1.1 بليون دولار. المشروع الحمد لله في مرحلة التنفيذ، إن شاء الله نستهدف أن ننهي المشروع في الربع الثالث من 2019. حالياً الأمور حسب الخطة وماشي حسب ما نبي إن شاء الله. إذا ما أردنا تسليط الضوء على التبعات الإيجابية وحتى الأهداف التي تنوي إتمامها الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، نجد أن القطاع الخاص يقف بدوره الريادي كجسر معلق يمنح الرؤية فرصة الوصول إلى أهدافها من أوسع الطرق وأقصرها من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير المهارات وتنويع الاقتصاد بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وبالتالي ضمان الحياة الفضلى للمواطن.
من الملتقى الحكومي جاء ليحدث علامة فارقة في تحفيز المؤسسات والهيئات الحكومية في رفع مستوى الأداء في إطار مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على العدالة التنافسية والاستدامة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.